إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي للحديث أكثر عن الأسواق العالمية والتطورات فيها. سنبدأ رائد من أسعار النفط اليوم، مكاسب مستمرة. هذا الخبر عطى دعم كتير إيجابي من أسترازينيكا لأسواق النفط ربما عودة الطلب. كيف تقرأ الصورة وشو اللي عم يدعم أسواق النفط بهذه المرحلة غير هالأخبار الإيجابية؟ يعني في عنا مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم أسعار النفط لمزيد من الارتفاع، وبعتقد رح تتمكن من دفع أسعار النفط إلى شريحة أعلى من الشريحة التي كانت تتداول فيها واللي هي تقريبا ما بين 39 وصولا إلى 41. هلأ نحن ممكن نستهدف تداولات تصل في أسعار النفط WTI إلى مستويات $45 للبرميل. الدعم أولا في عندي الأخبار الإيجابية المرتبطة باللقاح كورونا، أيضا علاج كورونا اللي استخدمه ترامب عندما أصيب. هناك أخبار إيجابية على اعتماده من قبل FDA وبالتالي تماما هذا يعطي إيجابية تكتنف أي شيء يرتبط بكورونا أو بالمستقبل المرتبط بالإغلاقات الاقتصادية أو الضغوط الاقتصادية. بالتالي ذلك حسن من مستويات الطلب في الفترة القادمة على النفط إجمالا، وبالتالي مع تحسن آفاق الطلب بدأ النفط يترجم ذلك. عامل أخير مهم جدا وهو التراجع في الدولار الأمريكي نتيجة توقعات في حزم تحفيزية كبيرة، تعالي الأصوات من قبل الفدرال الأمريكي أن الحكومة الأمريكية يجب أن تعتمد حزمة تيسيرية ضخمة في الفترة القادمة. طيب كيف ممكن هذا التعافي في أسعار النفط يغير أو يعني يعدل من رؤية وزراء النفط اللي بدهم يجتمعوا نهاية هذا الشهر في أوبك بلس؟ يعني بعد التقرير الأخير الذي أشار إلى نسبة التزام عالية أعتقد بقرارات أوبك بلس بشكل كبير جدا، أعتقد الأنظار تتجه بشكل أكبر إلى مدى استمرارية هذا الالتزام ومدى تفاؤلهم بارتفاع الطلب في الفترة القادمة، وهل سيبقون على المعروض النفطي. وفي نقطة مهمة جدا وهي أنه شركات النفط الصخري كانت تعتمد على انخفاض في التكاليف بنتيجة فترة كورونا، بالتالي التكاليف الأولية التي تقوم بإنفاقها على حقول النفط الصخري ضعيفة بعض الشيء، بالتالي ذلك مكنهم من أسعار منخفضة أنه يستمروا بالإنتاج. الآن مع تحسن الأسعار وتحسن الأفاق الإيجابية أعتقد سترتفع التكاليف على شركات النفط الصخري كذلك الأمر، وبالتالي سيزداد ضغط أكثر في الفترة القادمة، خصوصا مع أنه بايدن ممكن متوقع بشكل كبير أن يدعم الطاقة النظيفة في الفترة القادمة. صحيح، هن أصلا شركات النفط الصخري كانوا متخوفين من وصول بايدن إلى البيت الأبيض. صحيح. طيب سننتقل من النفط إلى الأسواق الأوروبية. نلاحظ هلأ المكاسب على معظم المؤشرات الأوروبية. بريطانيا في الوقت نفسه عندها كتير مشاكل قبل نهاية العام والخروج من الاتفاق التجاري. كيف تقرأ هذه الصورة وهل الارتفاعات هذه بس تمبرري لحظية هلأ في أوروبا؟ يعني أعتقد في أوروبا هي مرتبطة بشكل كبير بالأفاق الإيجابية الخاصة بكورونا ولقاح كورونا ومزيد من الأدوية أو اللقاحات التي تعتبر حتى الآن في مرحلة الموافقة أو في مرحلة الأبروفد أو الليمتد إن صح التعبير، تقترب من هذه المرحلة، وبالتالي ذلك يحقق نوع من أنه تخفيف من الشروط السلبية أو الضغوط السلبية الموجودة على المنطقة الأوروبية. بينما ما يتعلق ببريطانيا والبريكزيت يعني كشائك نوعا ما، من الصعب جدا الحكم عليه أنه يقترب، ممكن أنه ينفع فرض إن صح التعبير مع نهاية التعاملات هذا العام. كان من التوقعات أنه تشير إلى تاريخ 15 شهر أنه يكون هو موعد حاسم 15 شهر الماضي، لكن يعني أيضا حجر رئيس الوزراء وابتعاد النقاشات بشكل عام أعتقد هي تصاحب المهام. في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي.